بسم الله الرحمن الرحيم. بداية إن شاء الله هنتحدث عن الوحدة الثامنة، المحفوظات في الأجهزة الحكومية. أولا، أسباب مشكلة تضخم المحفوظات في الأجهزة الحكومية، هذا اللي هو إحنا في بتعلق بموضوع اللي هي عملية الحفظ في كافة الأجهزة الحكومية في الوزارات والدوائر اللي هي الحكومية، تعاني من تضخم اللي هي الملفات أو الزيادة في حجم اللي هي المحفوظات، لأنه هناك حيكون في زيادة أعباء في عملية اللي هو الحفظ أو التكاليف الحفظ، حتى حنواجه بعض الصعوبات أو الصعوبات، خلينا نقول الصعوبات في المحفوظات أو الاستفادة يعني من البيانات والمعلومات اللي هي موجودة في هذه الملفات. تحديد أسباب هذه المشكلة، لازم إحنا نحدد هذه الأسباب، المشكلة أسباب مشكلة تضخم المحفوظات. السبب الأول أسباب عامة على مستوى الدولة، أسباب خاصة على مستوى الأجهزة داخل اللي هي كل وزارة. ما هي الأسباب العامة لمشكلة تضخم اللي هي المحفوظات؟ واحد، عدم توحيد جهات الإشراف على محفوظات والوثائق اللي هي في الدولة. 2، عدم وجود مبنى مناسب للمحفوظات المركزية للدولة، عدم وجود لائحة محفوظات عامة. هذول الثلاث أسباب ممكن إحنا اللي هي بشكل مختصر بوضح لنا اللي هي مشكلة تضخم اللي هي المحفوظات. إذا ما كانش في توحيد بين الوزارة وكل الوحدات أو الأجهزة الحكومية اللي بتتعلق بعملية الحفظ والوثائق، هنواجه اللي هي مشاكل عديدة في عملية اللي هو مثلا استرجاع هذه اللي هي المحفوظات. إذا ما كانش في كمان مبنى مناسب بالنسبة للمكان المركزي، احنا مثلا كوزارة نحفظ كل دوائرنا، نحفظ باتجاه اللي هو الحفظ الملفات أو الأوراق مركزيا، هنواجه اللي هي صعوبة في عملية اللي هي الإشراف. عدم وجود لوائح اللي هي محفوظات عامة، إذا ما كانش احنا نعرف ايش اللي هو المحفوظات اللي هي حسب المتداولة، المحفوظات متوسط نشاط اللي هي المنتهية، فهذه كمان حنواجه بعض اللي هي مشكلات من خلال تضخم هذه اللي هي المحفوظات. هذه اللي هي ثلاث أسباب من أسباب العامة في الدولة. الأسباب الخاصة على مستوى اللي هي هذه اللي هي الأسباب الخاصة لمشكلة تضخم المحفوظات، في عنا اللي هي حوالي تقريبا 4 نقاط. النقطة الأولى تتحدث عن اللي هي يعني معظم الأجهزة الحكومية اللي هي في لها أسلوب في عملية الحفظ بالطريقة اللامركزية، والمحفوظات دون إشراف كمان مركزي. هذه كمان من الأسباب اللي هي بتواجه مشكلة تضخم هذه الملفات. الاحتفاظ بالمسودات، لأنه أنا كل ممكن أخذ صور أو عن اللي هي الوثائق أو الملفات، فهذه حتواجه بعض اللي هي كمان الصعوبات في عملية الحفظ والتضخم في الأوراق. عدم وجود لوائح خاصة بمدة اللي هي الحفظ، يعني كمان نعرف إيش الملفات النشطة متوسط النشاط، إذا ما كانش في خطة موضوعة مناسبة لعملية الحفظ حنواجه اللي هي كمان صعوبة في هذه اللوائح. عدم وجود وحدات حفظ مركزي اللي هو تضم المستودعات المنظمة للحفظ، هذا كمان النقطة الأخيرة، يعني حنواجه اللي هي في كل وحدة إدارية من خلال الحفظ المركزي حتواجه بعض اللي هي الصعوبات في عملية الحفظ. فهذه كلها الأربع نقاط حتواجه اللي هي هذه المشكلة تضخم هذه الملفات.